أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: الشخص نذر أن يصوم شهرا متتابعا ثم لم يستطع فعل ذلك، ليس لعدم القدرة ولكنه لأنه يرى ذلك شاقا عليه لطوله، مع أنه قادر على ذلك وهو شاب، فهل لهذا الفعل كفارة؟ ما يجزيه إذا نذر متتابعا وهو يقدر، ما يجزيه صيامه، لازم يعيد الصيام متتابعا. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا كان عاجزا عن التتابع فيجزيه الصيام متفرقا مع كفارة يمين، مع إخراج كفارة يمين. نعم.